السلام عليكم. عندنا المرصود كبير، بغينا نخيطوه، بغينا نخيطوه. عندنا مشكل باش ندخلوا الإبرة، في الجلد. يعني ما كتبغيش تخملنا، كتخملنا بصعوبة. غادي نستعملوا إبرة رقاق، دونك خصنا شي حاجة باش نثقبوا هذا الجلد هذا. دونك ارتئينا أننا نصوبوا واحد البرفوراتور، البرفوراتور اللي هو هذا فيه جوج ربعة السنات على السنات، وبرفوراتور فيه ربعة السنات باش الغرزة تجي نفس العبار ما بين لوترو ولوترو ولوترو، غتكون نفس العبار. دونك اضطرينا نصوبو هاد البرفوراتور. دابا نوريكم الطريقة كيفاش غنديرو باش نصايبوه. المهم هذا علاش يصلح، تنبرفوريو بيه الجلد. كنديرو دي ترو، ميم شوز هنا باش نمشي ريكتيلين كنخدم على جوج، ديجا كنديرهم في لا ميم بلاص اللي كاينين فيهم، والاخرين كنتبع بهم باش يبقى غادي لا بيرفوراسيون. عندنا عندي ريكتيلين، هذا هو البيرفوراج. باش ندوزو لا كوتور ديالو هنا، الا ما كانش عندي البيرفوراج هنا باين، التقابي هنا باينين، نقدر نعاود دو لوتر كوتي نبينو، تيكونوا ديجا كاينين، يسوفي باش تبينو. وندوزو لا كوتور ديالها، انا ماشي حرفتنا الجلد، ولكن المهم دو توت فاصون عندنا كنخدمو بالماتريال اللي عندنا. عندي واحد الخيط فيل دو كوتور اللي ركبت فيه جوج إباري، وما باش غادي نخدم. دونك لا بروميير دي شوز هي كنزلق ليبرا دان كوتي، ومن بعد دو لوتر كوتي. كتلاحظوا ليبرا كدوز بسهولة. هنا كندير لونو ديالي، هذا سي لو برومييي نو. من بعد تمشي بلا ميم شوز، يعني لو ترو كنخالف لي باري، تنتيري يعني كنصوب غرزة ديالي. ميم شوز، كل كيستعمل لاكول عاد تيخيط عليها حتى تيكولي بلاكول، عاد تيخيط كتكون القضية أحسن وأسهل. خياطة كتبان ريكتيلين، الغرزة تقريبا يونيفورم. نشكركم على حسن المتابعة، وكنتمنوا منكم أننا تابونا عندنا في لاشين وديرونا لجيم وعاونونا باش نعطيكم المزيد. شكرا.